نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، نستهلها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. توجيهات الرئاسية للتعاطي بإيجابية بشأن الترتيبات لإطلاق سراح الأسرى وفتح مطار صنعاء بمناسبة الشهر الفضيل. رئيس مجلس النواب يناقش مع المبعوث الأمريكي الأوضاع على الساحة الوطنية والجهود الرامية لإحلال السلام. من العناوين إلى التفاصيل، بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقيات تهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية. وأعرب رئيس الجمهورية فيها عن أحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة، متمنيا لهم دوام الصحة وموفور السعادة ولحكوماتهم وشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء والازدهار، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للأمتين العربية والإسلامية كل ما تصبو إليه من تقدم ورخاء. بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة في وفاة التربوي علي سالم الحكم. وأشار فخامة الرئيس في برقيته إلى مناقب الفقيد الوطنية وكفاءته العملية التي جسدها خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء، معبرا عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم، مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك إن توجيهات واضحة من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية للتعاطي بإيجابية كاملة بشأن كافة الترتيبات اللازمة لإطلاق سراح كافة الأسرى وفتح مطار صنعاء وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة وفتح المعابر في مدينة تعز المحاصرة، وكل ما من شأنه تخفيف معاناة أبناء شعبنا التي تسببت بها ميليشيات الحوثي. وأضاف الوزير بن مبارك في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن هذه التوجيهات تأتي انسجاما مع الموقف الثابت للحكومة اليمنية في دعم أي جهود تخفف من المعاناة الإنسانية لأبناء شعبنا، وفي ظل الأجواء الإيجابية للمشاورات اليمنية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض والمبادرات الإقليمية والدولية الداعية لهدنة بمناسبة الشهر الفضيل. بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى نشوان إبراهيم الحمدي وإخوانه عزاهم فيها بوفاة والدتهم الفاضلة. وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لكافة أسرة وأقارب الفقيدة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. التقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن تيم لندر كينغ، وخلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس المجلس محمد الشدادي وعضو المجلس عبد الوهاب معوضة، تم مناقشة مجمل الأوضاع على الساحة الوطنية ومستجدات العملية السياسية والجهود الرامية لإحلال السلام. وأوضح البركاني الظروف العصيبة والأوضاع المأساوية التي يعانيها اليمنيون نتيجة الانقلاب الحوثي والتحديات التي تواجه فرص السلام في اليمن نتيجة تعنت ورفض الميليشيات لكل مبادرات السلام الإقليمية والدولية، كما استعرض ما تتعرض له محافظة تعز من جرائم الميليشيات وحصار جائر على مدى 7 سنوات عجاف، مؤكدا أن معاناة أبناء تعز تدعو المجتمع الدولي والمنظمات أن تقف بكل قوة وحزم في وجه الميليشيا الإنقلابية لفك الحصار الجائر وإنهاء عمليات قتل الأطفال والنساء والمدنيين وفتح الطرقات والمعابر في تعز وعموم محافظات الجمهورية.
وأشاد بالجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الشعب اليمني وشرعيته الدستورية، مثمنا المواقف الأمريكية المناهضة للأطماع الإيرانية في المنطقة وتدخلاتها التخريبية في اليمن. وقال البركاني: نحن مع خيار السلام ومع كل الجهود والمبادرات التي تسعى إلى تحقيق السلام الشامل والعادل، غير أن عصابة الحوثي لا تؤمن بالسلام. من جانبه أكد المبعوث الأمريكي على مواصلة العمل بشأن ما يتعلق بالأوضاع في اليمن والأوضاع الإنسانية، مبديا تفهمه واهتمامه بما يتعرض له الشعب اليمني من قبل ميليشيات الحوثي، مؤكدا أنه سيولي اهتماما كبيرا للإسهام في رفع الحصار عن تعز كونها ومأرب محل اهتمام كبير لديه وحكومته، مجددا موقف بلاده الداعم لإنهاء الأزمة اليمنية واستعادة أمن واستقرار اليمن، حضر اللقاء القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثرين ويستلي. التقى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا كانغ يونغ، وخلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله أبو الغيث وعضو المجلس الدكتور محمد صالح قرعة، تم مناقشة آخر التطورات على الساحة الوطنية والجهود الرامية لإحلال عملية السلام ومستجدات المشاورات اليمنية التي دعت إليها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وأكد بن دغر على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، مشيدا بالدعم الذي تقدمه الصين في كافة المجالات ودعمها المشاريع التنموية والاقتصادية ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني. ونوه بن دغر إلى الجهود والأدوار التي تقوم بها جمهورية الصين الشعبية الصديقة تجاه اليمن وموقفها الثابت والداعم للجمهورية والوحدة وشرعية فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعمها للسلام وفقا للمرجعيات الثلاث التي اتفق عليها اليمنيون في الحوار الوطني. من جانبه جدد السفير الصيني موقف بلاده الداعم للشرعية الدستورية ولفرص السلام، ووفقا للمرجعيات الثلاث مرحبا بالمشاورات اليمنية التي دعت إليها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، مؤكدا دعم الصين للحوار بين الأطراف اليمنية المبنية على إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة ووقف إطلاق النار وإحلال السلام في كافة المناطق اليمنية. أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد يوم السبت الموافق الثاني من شهر إبريل 2022 للميلاد أنه هو أول يوم من شهر رمضان المبارك. وعبرت الوزارة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وكافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة، سائلة الله تعالى أن يجعله شهر خير ويمن وبركة وتمكين لشعبنا ولأمتنا العربية والإسلامية، إنه سميع مجيب. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن المشاورات اليمنية التي تستضيفها العاصمة الرياض حاليا تمثل خطوة على طريق تحقيق الحل السياسي الذي يحقن دماء اليمنيين ويعيد الاستقرار لبلدهم ويحول دون استغلال اليمن كمنصة لمهاجمة جيرانه. وجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان له إدانته للهجمات المتكررة التي تشنها ميليشيات الحوثي على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكذلك على الشعب اليمني، بما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني، كون هذه الهجمات تستهدف منشآت مدنية وتعرض حياة السكان للخطر. وشدد أبو الغيط على أن استمرار الحوثي في مباشرة هذه الأعمال العدوانية ورفضه جميع مبادرات السلام ووقف إطلاق النار يتعين أن يقابله رد حازم وموحد من المجتمع الدولي، بما في ذلك أهمية قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالنظر مجددا في إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، خاصة أن القرار 2624 الصادر من مجلس الأمن في فبراير الماضي ينص بوضوح على تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية، مؤكدا أن إحلال السلام في اليمن لن يكون ممكنا في ما دامت جماعة الحوثي لا تستشعر إجماعا دوليا يرفض مسلكها الإجرامي. قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر ليرياني أن المشاورات اليمنية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربي هي فرصة قد لا تتكرر أمام اليمنيين لإنهاء الحرب وإحلال السلام.
ودعا المكونات السياسية والمشاركين في المشاورات لحزم أمرهم وتوحيد صفهم وجهودهم لاستعادة دولتهم وإحلال السلام الشامل والعادل والمستدام على قاعدة المرجعيات الثلاث ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرار 2216. وأشار لرياني إلى أن الأجواء الإيجابية التي تسود المناقشات التي شهدتها المشاورات منذ انطلاقتها تؤكد القناعات التي تكونت لدى مختلف الأطراف السياسية بضرورة تجاوز الماضي وانتهاز هذه الفرصة ودعم الأشقاء وحرصهم على أمن واستقرار اليمن والعمل من أجل مستقبل يستحقه اليمنيون الذين عانوا ويلات الحرب والصراع. المشاورات اليمنية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية فرصة جديدة نحو السلام في بلادنا بعد 7 سنوات من الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي الانقلابية. تفاصيل في سياق تقرير الزميل عيسى المرشدي. يخط مجلس التعاون الخليجي ومعه التحالف العربي مرحلة جديدة في تاريخ اليمن على طريق الخلاص وإنهاء الحرب بتهيئة كل الظروف للمشاورات اليمنية. وتشمل المشاورات اليمنية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية 6 محاور، وتركز أجندة المشاورات على المحاور السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية والغذائية والإنسانية والاجتماعية والإعلامية، وذلك لتقييم الوضع الراهن للمحاور الستة والتحديات والحلول المقترحة وآليات التنفيذ، ثم استعراض تقارير المحاور الستة ومناقشة أهم نتائج المشاورات والوثائق الصادرة عن المشاورات وتبني المخرجات وإقرارها، وذلك حتى 7 أبريل نيسان. ويعول اليمنيون على هذه المشاورات تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي في تشكيل تحول مهم لبناء كتلة تاريخية ووطنية تشكل مركز الثقل في إنقاذ اليمن على خطى مسارات السلام وصولا إلى بناء الدولة الحديثة. ويحفل مجلس التعاون الخليجي بثقة واسعة النطاق لدى الشعب اليمني منذ قيادته المبادرة الخليجية في العام 2011، والتي أنقذت البلد السعيد من السقوط قبل أن تدخل إيران عبر أذرعها على خط الانقلاب وتفجير الحرب أواخر العام 2014. ولا تزال المبادرة الخليجية أهم مشروع سياسي في البلاد، وتعد أحد المرجعيات الدولية الثلاث المعترف بها لأي عملية سلام في اليمن، ما يعني أن مخرجات المشاورات اليمنية قد تمثل مرجعية جديدة مدعومة خليجيا ومن المجتمع الدولي. إذن لا مجال أمام المتشاورين إلا الارتقاء لمستوى المسؤولية التاريخية والواجب الوطني الذي تمليه ضرورة إنقاذ البلاد من شر إرهابي عنصري وسلالي، حيث رعاية مجلس التعاون لهذه المشاورات فرصة جديدة ومن الخيانة التفريط بها لأي مبرر. لقناة عدن الفضائية عيسى المرشدي. شهد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي حفل تخرج الدفعة الأولى قادة سرايا التي أقامتها هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع لعدد من منتسبي القوات المسلحة، وذلك تنفيذا للخطة العامة والبرنامج التدريبي للعام الحالي. ونقل وزير الدفاع في كلمة له خلال الحفل الذي حضره عدد من مسؤولي الهيئات والدوائر للقادة والخريجين تهاني القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يجعله الله شهر خير ونصر، معبرا عن التقدير العالي لما توليه القيادة السياسية من اهتمام ورعاية للقوات المسلحة والأمن على كافة المستويات، مشيدا بمستوى المهارات النوعية التي اكتسبها الخريجون خلال الفترة التدريبية التخصصية والجهود المبذولة من قبل هيئة التدريب والتأهيل. ورحب وزير الدفاع بكل الجهود المبذولة في سبيل توحيد الصف الوطني لإخراج اليمن من الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة والاتجاه لبناء اليمن الاتحادي المنشود. وأكد أن أبطال الجيش وإلى جانبهم أحرار المقاومة يخوضون معركة الكرامة باقتدار وشجاعة وقوة بأس، مؤمنين بالله والوطن، متصدين لكل اعتداءات ميليشيا الحوثي المتمردة ومشروعها الإيراني، مضيفا أن المشروع الوطني هو المنتصر
والأبطال في الميدان هم أصحاب القول للفصل ومن بيدهم فرض المعادلات، وهم بصدقهم وتضحياتهم وبسالتهم قادرون على استعادة الأرض والكرامة. بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري مع ممثل منظمة اليونيسيف في اليمن فيليب دواميل والوفد المرافق له، بحث معه الاستمرار في مشروع الحوالات النقدية الطارئة ومشاريع الحماية الاجتماعية وعدد من الملفات في إطار الشراكة والتنسيق بين الجانبين. وأوضح الوزير زيادة المستفيدين من المشروع خصوصا في ظل تزايد أعداد المحتاجين وما للمشروع من أثر إيجابي يعود على المستفيدين، مثمنا جهود منظمة اليونيسيف في اليمن ومستوى الشراكة والتنسيق بين الجانبين والتي أثمرت عن تحقيق الكثير من الإنجازات في تنفيذ المشاريع والبرامج في كافة المحافظات. من جهته أكد ممثل منظمة اليونيسيف في اليمن عن استمرار المنظمة في تقديم البرامج والمشاريع الإنسانية التنموية والاستمرار في الشراكة والتنسيق مع الوزارة للتنسيق وحشد الموارد لتنفيذ البرامج والأنشطة، مشيدا بمستوى التعاون من قبل الوزارة. شاركت بلادنا في اجتماعات المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيروبي بوفد ترأسه مندوب اليمن الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عبد السلام العواضي. وتطرق العواضي في كلمة بلادنا إلى التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الكوارث التي تسببت بها الميليشيات الحوثية، مشيرا إلى المشاورات اليمنية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي رفضت الميليشيات الحوثية المشاركة فيها. وثمن العواضي جهود المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الداعمة لليمن، مشيرا إلى أهمية زيادة المشاريع في كافة المجالات، مؤكدا أن الحكومة تتعامل بمسؤولية كاملة مع كل ما يطرح من أجل السلام الذي ينهي معاناة الشعب اليمني. الآن إلى حالة الطقس ودرجة الحرارة خلال 24 ساعة القادمة مشيئة الله تعالى.
ولمن فاتته النشرة تذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. توجيهات رئاسية للتعاطي بإيجابية بشأن الترتيبات لإطلاق سراح الأسرى وفتح مطار صنعاء بمناسبة الشهر الفضيل. رئيس مجلس النواب يناقش مع المبعوث الأمريكي الأوضاع على الساحة الوطنية والجهود الرامية لإحلال السلام. وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية، وشهركم مبارك بإذن الله. إلى اللقاء.